بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة إن شاء الله درس رقعة جديد، هناخد حاجات جديدة في الرقعة، وإن شاء الله هنخلص الرقعة بإذن الله بإذن الله. نخش على التركيبات برضو رقعة، وبعد كده نخش على خط تاني. يلا بينا، ما تروحش في أي حتة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي يا جماعة، احنا وقفنا عند البي سين. هناخد البي سين، بي سين التانية، ونمشي كده مقدار 3 نقط، 1 2 3، وبعدين نطلع كده وننزل نعمل السين بتاعتنا. بي سين تانية، بنعمل دي كده كده كده، ونروح عاملين دي كده، بقت ب ش. ماشي يا جماعة، دي كده بقت ب ش. برضه هناخد دي كده وهنمشي بدي كده برضه مقدار 3 نقط. ماشي يا جماعة، هي هي دي، بس ده نعمل لها نبرة وننزل نعمل كده، بقت ب ش. وممكن ديت نفسها نعمل لها دي كده برضو، بقت ب ش ب ص. في هنا نقطة يا جماعة بين الصاد وبين الطلعة بتاعت الكاسة بتاعت الصاد نفسها، وراح نازل. وهنا في 3 نقط برضو بين الحرف وبعضه، زي ما شرحنا في الحلقات السابقه. هتلاقوا وصف الحلقه عندكم، هتلاقوا فوق اللينك فوق. طب معانا ديت ب ص، لو حطينا دي كده بقت ب ض. ديت على طول ب ض، اللي انا هعملها دي ب ض، ما تنفعش ب ص خالص كده. ديت بيضات، يبقى احنا كده يا جماعه وقفنا عند البيضه. ان شاء الله ناخدها الحصه الجايه باذن الله، وربنا يوفقنا جميعا يا جماعه. الله يكرمكم، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. والله يعني الشكر منكم، يعني مش امر مني والله، يعني برجاء ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان القناه بتاعتنا بس يبقى فيها دعم. السلام عليكم.